يوم تاريخ 29/2016، الأجواء جميلة ورائعة. تصدق فعلا كل وقت داخل، طبعا مجمع هذا مفتوح من فوق، إن شاء الله جو رائع جدا اليوم في برشلونة. مو غريبة طبعا، في أزمة مالية في برشلونة، ولذلك تكاد تخلو المجمعات من الناس. طبعا بالإضافة إلى أن اليوم شنو، ثلاثاء، يعني الناس عندها دوامات. المجمع هذا اللي على البحر عند مطعم شيبرون اللي برا، راح نروح لهناك في شاء وجبات أسماك. قعدنا مساعد حول السبوي هناك، الكافي اللي يمه، ما شاء الله تبارك الله. ويلكم دايننج اريا. يلا شلون القعده يا عبد الله مساح؟ ها ما شاء الله تبارك الله، الجو فعلا رائع، فعلا رائع. طبعا كافي مطل على البحر، البحر المتوسط طبعا. تمبرلاند، شوف يلا هيا بيرسكا. طبعا الاسعار مقبوله جدا. عبد الله شنك مساع شريت هذا الجزء صح؟ ايه. كم كلفت بالله؟ 25 يورو. 25 ولا 20؟ 25. على العموم يظل رخيص بعد. هذه ماركات، ماركاتو شكلنا لازم نغذي هالمكان. لا لنا عودة هنا. بإذن الله سبحانه وتعالى. المكان رائع جدا ومطل على البحر. هذا الزيكول، هذا اللاكوست، وهذا شنو ماكسون برشلونة كيكو. الآن طالعين من المجمع، شلون الأجواء؟ مين يا عبد الله؟ هذا ترى المطعم شيبرون، هذا البحر قدامنا، هذا عبد الله، هذا أبو عاد. والسلام عليكم. برشلونة 29/2016.